من ناحية الحظ خلينا نقول هي شوية خلينا نقول أحسن من عندك، على اعتبار أنه ما عنده رقم 8. بس هذه السنة هي بصورة خاصة لها أكثر شيء، إذا هي لها مثلاً ميول أنه تشتغل، أدى مثلاً حاطة ببالها تريد تشتغل، أدى مجال مفتوح أنه تدور على شغل تحصل على شغل. إذا هي موظفة مثلاً أدى فرص حلوة أنه مثلاً تثبت جدارتها مكانها، يعني شطارتها في مجال الشغل، بالتالي تحصل على منصب أو ترقية أو المسؤولين يكونون راضين عليها بصورة عامة. الفترة الحالية اللي احنا بيها هي فترة إيجابية لها، انه تحزز العلاقة ويا الأخوة ويا الجيران. إذا مثلا تريد تقرأ في الموضوع أده هواية معينة، أكو مثلا الناس عندهم هوايات معينة تقدر تستفاد منها، أبسط شيء مثلا خلينا نقول ماديا تعزز هاي الهواية. بس إذا تيجي عليها مثل ما أنت ذكرت حياتها تعبانة، لا إن شاء الله ما عندها شيء، يعني إذا أكو فد أشياء مثلا تعبتها بصورة عامة بحياتها فهذا شيء عابر، بس كأبراج ما لها علاقة. يعني خلي لا تخاف ولا تدير بال نهائيا، إن شاء الله لا تخاف. أوكي فلاح، شكرا، أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. مشاهدين الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي للاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. ألو. نعم تفضل. ألو. تفضل انت على الهواء. أخبار الفلك انت على الهواء، من هي؟ صباحا. أهلا وسهلا. صباح نصري التلفزيون بلا زحمة، اسمع من التليفون، من هي؟ العفو، ايش قد مواليدك؟ مواليد 1/3/74. فلاح انت من مواليد برج الحوت، شنو سؤالك بالتحديد؟ اريد الارقام مالتي. 1/7. اسمعني من التليفون بلا زحمه عليك، صباح ارقامك 1/7. 1/7. نعم، يعني اريد انا عن حياتنا شلون. أنت هذه السنة لك إيجابية صباح من ناحية الحظ العاطفي والمالي، يبتسم الحظ لمواليد برج الحوت من ناحية عاطفية المادية. إذا أنت متزوج تكون يعني ممكن يجيك طفل إن شاء الله، وإذا عندك أطفال على سبيل المثال يسوون فتشي مثلا، إذا على صعيد على صعيد الدراسة يعني يكون يجيبوا لك فتشي بحيث تفرح بيهم إن شاء الله. هذه أبرز شيء خلال السنة يعني لمواليد برج الحوت. سؤال آخر. ممنون، رحمة الله. أهلا وسهلا بك والديك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، من هي؟ أبو الدحر من البصرة. الاسم مرة ثانية. أبو الدحر من البصرة، اسمه جحفر. مدى اسمك؟ أبو جحفر مسلم من البصرة. أبو جعفر؟ نعم. أهلا أبو جعفر. أهلا وسهلا أبو جعفر. يا مالي نصري تلفزيون أبو جعفر، ولا زحمة. نصري تلفزيون أبو جعفر. أوكي. زين. أبو جعفر بس اسمح لي، نصري تلفزيون، الصوت عندي كلش دي يعني عالي. زين. أو روح بمكانها من الشبكة بيزين، لأن الصوت ما أدري شلونه. شهر 12 يا يوم. أنا 11/12. أوكي. شنو الأسئلة مالتك أبو جعفر؟ والله السؤال على مود الحظ وأي مطلوب الدين، يعني شلون أسوي أقدر لا ما أقدر. شنو الحظ؟ أوكي. السؤال الثاني شنو؟ القرض عندي، القرض عندي قرض يمكن يطلع. أوكي. أوكي. إي والله. طبعا انت من مواليد برج القوس، عندنا 1 2 5 6 7 2 3. ارقامك 2 و3 و7. اوكي. من ناحيه الحظ نقدر نقول عليك انت انسان محظوظ بصوره عامه كونك من مواليد برج القوس، هاي من ناحيه الحظ. من ناحيه القرض عندك فرصه ابو جعفر، هذه السنه هي احلى شيء لكم انتم مواليد برج القوس من ناحيه القروض، الامور الماديه وغيرها، هذا الشيء بعد تحصل عليه إن شاء الله. منها عندك مجال لغاية تقريبا نص شهر 7، هذه خلال هاي الأشهر إن شاء الله تحصلها. أوكي. يعني هالفترة هاي هالشهر ما حصل. لا ممكن تحصلها قبل 21/12.
همين اكو فرصة ان شاء الله. اذا تسمعني ابو جعفر عندك فرصة طبعا حاليا كلش ايجابية، هي الفترة الايجابية لمواليد برج القوس من ناحية مادية، راح يصير من هذا الحكي مستمر لغاية 21/12. بعد 21/12 من 21/12 صاعدا راح يكون عندك تعطيل في هذا المجال، بس مجال المادي مثل يعني كم من ناحية مالية ان شاء الله باقي مستمر ايجابي مثل ما ذكرت لك لغاية منتصف شهر 7 خلال يعني خلال عام 2014. فالمجال المال ان شاء الله تحصله، بس شوي راد الصبر ان شاء الله، بس ان شاء الله تحصله. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. من جاي؟ عبد العباس. اهلا وسهلا عبد العباس. يا مواليد؟ انا مواليد 1991. 91؟ عبد العباس. ايش قد عبد العباس؟ بس نصلي تلفزيون بلا زحمه. ايش قد المواليد؟ ايش قد صوت؟ روح بمكان الشبكه تكون بي زينه، الشبكه مو انا المكان بي شبكه. اوكي. 91. اوكي عبد العباس، الصوت مو واضح والله. الو. الو. نعم شيخ. الو. نعم وياك. انا وياك الخط. تفضل تعال. انا سامع اصوات. الو. تفضل تعال الهواء. الو. تفضل. انا كم هذا 14/4/87. الاسم الكريم؟ نعم محمد. محمد. محمد انت من مواليد برج الحمل. نعم. انت من مواليد برج الحمل، شنو سؤالك محمد؟ سؤالي هذا شيخ، مشيت انا مو شيخ. انا مو شيخ. لا لحظه اسمح لي. انا مو شيخ. اوكي. نعم. اوكي تفضل. تفضل. نعم اريد اسمك. انا اسمي خلات. هيا. خلات. ان انا مشيت انا وحده وما شبع، طلعوا لي عارض اهلها مدير شبع، بس اريد افهم العارض من البنيه من اهلها. ايش قد مواليدها؟ بس اريد هذا الشيء من ايش قد مواليد؟ مواليدي انا ولا مواليدها؟ مواليدها. مواليد هي؟ ايه. مواليد ان شاء 95 وهذا 6/5/94. 6/4/95. نعم. اوكي دقيقه. عندنا 6/4/15/4/1987. عندنا 6/5/95. هسه أقول لك العلاقة زينة لو لا. سرطان. بس اريد ان هي ترهم ما ترهم، شو راح تعطيني المعلومات؟ شو راح تعطيني اياها؟ هسه اقول لك. يلا الخطوه يا العلاقه اذا صار زواج علاقه ايجابيه محمد. اوكي. نعم. بس العلاقه ايجابيه، بس سؤالك حسب ما فهمته انه هل راح يقبلون او شنو العارض او كذا، هاي الامور انا ما اعرف لها ولا اتدخل بيها، يعني نهائيا ما عندي علم بهاي الشغلات. بس من ناحيه الابراج اذا صار زواج انت وهذه الانسانه بصوره خاصه تعتبر من العلاقات الايجابيه ان شاء الله. اذا صدق واحد يريد الثاني، واحد راغب الثاني بصوره عامه، تكون في علاقه ايجابيه ناجحه ان شاء الله على طول العمر. بس هل منو يعني، او هل انه راح ينطوك اياها، او هل يعني منو العفو دي عارض، او شنو السبب؟ هذه الامور انا ما اتدخل بها ولا اعرف لها ولا يعني اطلع بها. اوكي اخ محمد ان شاء الله اكون جاوبتك. مشاهدينا الكرام نصل بكم الان الى ابرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدا مع مواليد برج الحمل.
تتركز جهودكم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية بيوسكم المحافظة على إنجازاتكم القائمة وعلى سمعتكم. من صباح الجمعة تنشطون اجتماعيا، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحد الأصدقاء. الثور تنشطون في مجال السفر والاتصالات لا سيما البعيدة منها. من صباح الجمعة ينصب اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم الاجتماعية، الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. الجوزاء ترغبون في إدخال تعديل على ميزانيتكم، ثمة فرصة للحصول على مكسب مالي رغم بعض النفقات. من صباح الجمعة تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات لا سيما البعيدة منها. السرطان ينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم، بيوسكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة. من صباح الجمعة ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، تفحصوا حسابا ماليا مشتركا. الأسد انتبهوا أكثر إلى صحتكم، خاصة إن العمل سيتراكم لديكم. من صباح الجمعة تنجحون في تعزيز شراكتكم، الفترة مناسبة للتوصل إلى عقد تجاري. العذراء تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم. من صباح الجمعة تنهمكون في إنجاز ما تراكم لديكم من عمل، انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم. الميزان تنشغلون في ضبط شؤونكم البيتية والعقارية. من صباح الجمعة تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية عاطفيا وماليا، جربوا حظكم. العقرب تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم أن يخرج في رحلة قصيرة. من صباح الجمعة تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية وتنجحون في تعزيز الروابط العائلية. القوس تنشغلون في ضبط ميزانيتكم. من صباح الجمعة تنشطون في السفر والاتصالات، بيوسعكم القيام برحلة قصيرة للاستجمام. الجدي تستعيدون حيويتكم وترغبون في الدفع بمصالحكم. من صباح الجمعة تنشغلون في إدخال تعديل على ميزانيتكم ومبلغ من المال في طريقه إليكم. الدلو تتراجع صحتكم، اخلدوا إلى الراحة من حين إلى آخر. من صباح الجمعة تكونون أكثر حيوية ونشاطا وتسيطرون بشكل أفضل من السابق على زمام الأمور. أخيرا مواليد برج الحوت تنشطون اجتماعيا وتسعدون من لقاء الأصدقاء. من صباح الجمعة تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم، اخلدوا إلى الراحة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجه والله أعلم. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار الفلك لهذا اليوم، ألتقيكم بإذن الله يوم السبت المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث تلفزيون الشرقية، مع السلامة.